تعرفت عليه كنت جايه من الخدمه، تلاقى معايا بقى تابعني وقفت هضرت معاه، بقينا كنهضروا صافي، بقات العلاقه بيناتنا كنهضروا. الاخر قال لي عبيتك المعقول وهاتي وهاتي، صافي ولات علاقه جديه. صافي ملي حملت منه جلست قلتها ليه، قال لي بلاتي تحيد كورونا ونمشي نقولها للموالين الدار. ومني دازت واحد السيمانه هو مشى وخلاني، قال لي نسي هاد النمره. قلتها ليه، قال لك نسي هاد النمره صافي، ما بقاش تعيط عليا. كيشتغل في لافاج في مراكش، ولكن هو ولد بوزنيقه ماشي ولد مراكش. كانت علاقه مزيانه وغاديين مزيانين، في الاخر دغيا تقلب في النهار وليله ما عرفتش علاش. طلق الحجر الصحي صافي، مشى لدارهم وقال لي نسي هاد النمره. دويت مع خوه ساعه، قال لي بينك وبينه خدمت هو هنايا شغلك انت وياه، قال لي يكون خير، ولكن ما رد عليا ما والو. لا انا كاري وعندي ولد عنده 7 سنين، كاين با ولكن ما كيسول فيه ما والو، ما انا اللي خدامه عليه وكلشي. صافي انا خدامه عليه مني ولدو، انا خدامه عليه 7 سنين هادشي وانا كاري. هادشي كنسول عليه هما، ولكن ما كيسولوش عليا هما، انا كنمشي نسول على الوالده صافي. ما عارفاش دارهم في بوزنيقه، ما عارفاش العنوان ديالهم. مستقبلا نشوفو ضاع، حيت ما اصلا ما عنديش الخدمه، هزه الكرا تجمع ليا الكرا المصاريف بزاف الحوايج. كنمشي عند المحسنين وكيعاونوني وصافي، والكرا كيتجمع ليا تنضرب عاونوني الناس. و الا كان هذاك السيد بيعترف بولدو